فيلم عمل اكتر من 1,000,000 مشاهدة في 3 ايام. كان عبارة عن كاميرا واخويا الصغير وقعدنا ندردش مع بعض اللي حصل في انتشار وترجمة ومؤسسات قاعدة تبعت لي وتاخد الفيلم ده. كانت مفاجأة بالنسبة لي لان انا يعني بالنسبة لي ده ابسط فيلم انا عملته. ما اعرفش اقول لك انا بعمل افلام فايرل او الافلام بتنجح دي حاجة يعني بشوفها توفيق اكتر منها صنعة. قد ايه الافلام ممكن تعمل تغيير؟ انا شايف ان هي اقوى حاجة ممكن تغير بيها بني ادم.